برنامجكم عجلنا عجان ومبارك عليكم الشهر. طبعاً هذا البرنامج برنامج جديد علينا وعليكم. هو فكرته إن نستضيف شخص وهذا الشخص يطبخ لنا طبخة من اختيارنا. طبعاً الضيف اليوم ضيفنا وضيفكم السيد علوي من برنامج مطاعمكم. نرحب بالسيد. طبعاً السيد علوي السيد هادي معروف في قرية المرخ بأخلاقه العالية، رجل أعزب مواليد 1992. نرحب بالسيد علوي، حياك سيدنا، تفضل ايانا. طبعاً البرنامج عبارة عن بنعطيك اسم طبخة ويا جولتنا المتواضعة وبتطبخها لنا. لحظة انت على كيفك تعطيني الطبخة؟ احنا بندش حساب الطباخ الماهر وبنقول لك سوي لنا هالطبخة الفلانية. زمن قالك انا طباخ، هذا مطلوب الطبخة اللي نبغيها من عندك ان انت مو طباخ. حلو، نختبر. من هو اللي بيقيمنا؟ تفضل. انا اللي بقيم شباب وتقييمي المتواضع والبسيط، وانا صعب في الاكل وانا سهل في الاكل. زين شلون على المقام يا سيدنا؟ شوف نقول للمشاهدين، هي الفكرة ان هذا الضيف بيسوي الطبخة وعنده الوقت اللي يبغي، لكن عنده 30 ثانية تستخدمها في نص البرنامج، نهاية البرنامج، تتصل لصديق، واتساب، انستغرام، حتى جوجل. سيدنا يعني انت بتجيب لي المكونات مالت الطبخة، انا اسويها على كيفي. خلنا نشوف وش الطبخة اللي بنختارها وبنعطيك اياها، وانت تقول لنا المكونات بكم تبغى من هالدكان لو ذاك الدكان. يعني الحين انت بتعطيني طبخه وانا اتصرف، اقول لك جيب لي شيء انت تتصرف. طبعا اخترنا من حساب رياض الخالد احد الطباخين الماهرين، والطبخه اليوم جيمات. سيد علوي بخبرتك في ماليزيا وغير ماليزيا، اكل جيمات برز روحكم. انا ولا مره طباخ، فاتوقع هي طحين، اوكي، خميره، اوكي، ولنا دهن، ولنا ماي، ولنا شكر. جيب ما ادري نحط له ما نحط، بس بحطه انا شكر على كيفي هيله. بس مالك مشكله، انا بس بقيم مولانا، بس لازم نتسمو بصيدك. عشر لي مقله ابو اربع طبقات، لان ايش لحظه لحظه، عيد عيد عيد، مقله باربع طبقات. انت في ماليزيا ما تعرف يعني ايش مقله باربع طبقات. انا عمري ما طبخت لا في ماليزيا ولا البحرين. زين يلا باجيب الاغراض وباجي اكل الاغراض اللي قلتهم، انا اراقبك من بعد. زين استنى استخدم ال 30 ثانيه من الحين. تبغى انت تبغى من الحين توصل الى انا ابغى اعرف بس الكميه، ما ادري كم محور. وش بتسوي؟ اتصال؟ الو هلا، اسمعي انا الحين احتاج مساعدتك، بس اسال سؤال، عندي 30 ثانية عندك بالسؤال تجاوبيني بالمقادير. عم بسوي جيمات، قولي لي مثلا تحط طحين هالقد ما تحط طحين هالقد وكذي. يلا بد. قلاصين طحين، ربع قلاص بودر نشا، زين نص قفشة خميرة، نص قفشة شكر، نص قفشة وش و يلا اوكي اثنين اوكي يلا اقطع 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 يدنا لا هم ما ردوا علي والله يلا زين شباب انا قالوا لي شباب واحد في ثلاثة اشياء ملح عم برشة ملح احنا دقيقة رشة جيب لا اصبر من دور تخلو ما يحطون شكله يحطون في الخميرة. ايه انا ما احط. يمديك تخلط هذا. يا اما يطلعون تناز علينا في الكومنتات. حطيت زعفران؟ ما في زعفران. هذه نكهة. نكهة. حسب الرغبة على الولد. ونبدل ان شاء الله. بسم الله. بسم الله. يا عندنا الحين الكوب الاول طحين. نخلي الكوب الثاني حسب ما قالوا لنا الطحين. سكر. والله كان روحك دقيق بالمقادير. والله ولا ادري وش بيطلع. لا لا اكل يبين عليك سيدنا لك بالشرف. هذا حطته يعني ما جبيته شباب كذي نفر. اكو والله شكلك الناس دلي بحر اللحم. هذا من زمان ما اشوف فيديوهاتهم. اوكي. وعندنا النشا. وعجيب طعمه. هذا رياض الخالد يتراني ويعتذر.
قليل ما شكله شكله قليل بالصيام. هذا تبون كذا صور ما تبون ما تبون كيف يعني شو بس يلا زيدك ما زيدك شيء لا اوكي اصبر يا سيدنا اصبر خلنا نشوف وش السالفه قفاز ينقلع بروحه ويا هذا يعني وقائيا خلينا القفازه يقول لك لازم تكون بحيث انه تنزل ما استوى الحمد سيد ثيابك يا هو اي ثياب الحين انا فويش مو راضي مشان ايدي الثانيه هي بدت انه راونا بدت وايش راونا كوثف بحيث الله كيف تدخلها سيدنا؟ جبل عندك خبره انت؟ انا جاي هني اختبرك يعني ما يصير اختبرك انا ما عندي خبره انا الكلمات لعبت صحيح في الاخير بالاكل ما عليك بالاكل قالوا لك كم مده يخدرونها؟ اي يا اخوك يخدرون ما ملامي الو السلام عليكم كوبين طحين الشرط يخلص الوقت خلاص 30 ثانيه هو كذي الاختبار مالك نزيدك ماي طحين شيء سبور ما ادري قاعد تسالني كني انا ادري وش صار عندي انا ما ادري هذي اصلا وش القضيه يعني تعالوا بالشهر شباب ما انا احنا مو مال قفاز بس خلاص انعجنت ما انعجنت فيني مغسله لا صميت روحي ازين انت ليش فسخت القفازات ورديت عجنت كانت في بالي فكرة بس طلعت منيح كلش الله يلا يلا وين وصلت العجينة لحياتك هذا دا تخلي رجال في المطبخ ما يدري وش السالفة خلاص سبور تلك تطبخه زين يلا انا معصبت ان العجان كل ما تشيل احسه ما في شيء عجن بس اللي في ايدي حسب ان يعني خبرتي 30 ثانية اللي طافت في العجان نخليها من نص ساعة الى 40 دقيقة يلا استبدي توقيت وطبعا يا شباب احنا راح نغطيها لازم تغطون حسب خبرتي 30 ثانية تشيز جيب لي فوطة جيب لي شيء هذا الموجود احنا شباب مشاهدين اذا اختربت العجينة من التشيز لان الهواء يدخل نغطيها بس كذي تاكلها البس التشيز انا اخاف اقول لك كذاك وتقول لي كذي واقول لك كذي تقول لي كذاك انا ما البس ملامي خاربة من هو الشيف اللي ماخذين منه؟ رياض الخالي اسمح لنا يا خالي مو كذي صبر صح؟ اه وش فيك انت خبرة 30 ثانية قلنا لك من شوي وش احساسك انت العجينة تمام؟ والله شكلها ابدا يعني بس ما تشوفها صمت البين ان شاء الله لا لا تمام بعد دقائق عجنها عجان لا شنو؟ عجنها عجان بسم الله مبدي ناخذ العجينه نخليها في كف اليد نطلعها بهاي الشكل ما نزلت؟ واصل الحين انت اصبر خلها شوي هذه واحدة مصمينا فيها خلنا نتاكد انها ما في واحدة تلحق علي يا شباب لا ما غلله لا تشوفون هذه النتيجه يا شباب النتيجه الجايه هذه كلش صمت احنا اذا قبل العجان كنا اوكي الحين ابتدى الحين قاعده تقلي سيدنا تعال يكون تطبخ عني و... لا اسالنا يا سيدنا اصبر العجينه كلش اوكي الحين هذه وش قصتها اول ما قصتها خلها شوي كذي ها نشوف وش تيست بالضبط ما تنزل انا شايف فيديو ديك اليوم يسوونه كذي ها الجيمر بس ما تنزل عندي انا بالدعاء تنزل هذا الجيمات اخوك ما شاء الله كنت حمرت تتوقع ان انت ابتكرت طبخه جديده لو هذه الجيمات نلبسها هذه اول نتيجه بس ما تشوفون يا شباب هذه مو جيمات لان لا هي كوره ولا هي دائره ولا هي مربعه حتى مستطيليه لا ايوه صاد اللقطه السيد هذا اسمه رياض الخالد ما يسوي هالحركه صعبه عليه تراني بدينا نضبط الشغله يا شباب بدينا الاربع تيست كان انا الحين بيني وبينك بديت اشك ان انت مو اول مره تسوي
قاعد قص علينا. قص عليك ان شاء الله. لان الخبره اللي قاعد نشوفها في التقييم ان شاء الله انت ما تقص علينا وتكون تقيم مو اول مره سيدنا. تقييم لا انت جاي ما اختاروك. لواش اختاروك؟ لا رحت انت دورات طباخ من قبل. انت اذا تاكل ما تدري ان هذا اكل لذيذ او لا، تاكل مال جوع. منو قال لك؟ انا اقول لك وياه 55 سنه. الله يعزك سيدنا، بتشوف التقييم وبيعجبك. طبعا محرك الجيمات نخليه كامل انه يكون فيه في الدهن. يتحمر. يتحمر. يتقرمش. لا لا ما يتحمس. يتقرمش. انت اللي تطبخ؟ لا انا اسالك. يكون لا يكون ما تسالني. يكون التابع. هذا الضيف اللي ما له الحلقه واجد عصابه. هذا هو شحن يتحمرت لو تقرمشت لو ما لي شغل. هذه اللي بتعطيني عليها الصفر ان شاء الله. لا 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 تخافسين. طبعا يا شباب طالعوا يا نسوان. انتم في مره سويتوا جيمات في قدر تشيلي صغير. ظلموني في النقطه فمن تشيلي. ان شكلهم مو شكل جيمر. بنراعيك بنراعيك في التقييم بهذه الملاحظه. على هالملاحظه خمسه المفروض اقل شيء. اقل شيء. يعني الخمسه انا ضامن. هذه لا دائره ولا هذه كذي طويليه صارت. اسمع شوف التجاره بتطور. ايه ايه. ضامنين تمام؟ حلو. برز الشيره. او الدبس اذا في سمسم بعد انزل بتشوف من اي دكه هذا بدون دبس خلصتي له الدرجه حلو. نشكر طبعا الشخص اللي علم بس ما علمك طريقه الدواء وشكل لان الحين ما احنا شايفين شيء سيدنا. هذه اسكرين هذه مالت عصايه الاسكرين. اجيب حطائر بستوك مال الاسكرين تقدر. هذه هي البستوك اللي شيء. اه اوكي انت تجي شلون صايش كله بور ما خليه يقول غشيم وغيره. ها سيدنا اكتفينا بده. اكتفينا بده للتقييم. شباب نعم احنا خلصنا تقريبا. انا ما استخدم البيت يعني يطرشوني دائما. اذا انتم عندكم هنا روح شيك هنا داخل دبس البشي مال السيد احمد بهارات والدبس مالهم انما ايه احنا ما نجيب الا هذا ما نستخدم احنا ما نجيب الا منه. اشوف انما ايه انصحكم به ولا تقولون على وي قص عليك سيدنا. هذه دعايه مدفوعه. عرفنا شلون طعم الدبس. لذيذ. حاضر الحين سيدي بتاكل تمام. صمو هو مو جيمان شوفان والله عقلي هو صمام. مو عاد منك بطوق لوين زيادة؟ كان أصغر هذا اللوحي. متوتر زين على وجهك. لا متوتر ولا شيء، النتيجة معروفة من البداية. يمكن أنا اللي أكلتها مو زين. بس طالع في النص صاير تدري كأنه وشة. كأنه كيكة مو أصيل مو زين. في النص كأنها كيكة. بقيم على اسم وجبة ما نعرف وش هي. أوكي؟ ما نقدر نسميها لا جيمات ولا نسميها كيكة. أقيم؟ قيم عادي. بدون ضربة؟ بدون ضربة عمل سويتون قال لي ليه بتك ما أعرف أطبخ. يلا أربعة كجيمات. كجيمات صفر اسمح لي. لأنه ممكن. ككيك بعد صفر لأنه ممكن. شباب تقييمي 4.5 كطبخة غير معروف اسمها. كجيمات صفر ككيك صفر. وانتظرونا في الحلقة القادمة مع ضيف جديد وطبخة جديدة وعجلناها عجلناها.